السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن المعايير اللي على أساسها بختار شريك الحياة. رقم واحد، القبول. القبول الحقيقة مش كل الناس بتبقى فاهماه، وفي أحيانا بنات بتحكم على شخص من أول مرة إن هي نافرة منه تماما أو مش متخيلة خالص، وبالتالي بترفضه، مع العلم إن كتير جدا اتجوزوا وكانت رافضة الشخص في البداية وبعد كده اندمجت جدا وحبته واتعلقت بيه. طيب انا علشان اعرف نفوري ده نفور مؤقت ولا ايه سببه، لازم افكر في حاجات كتير قوي. اول حاجة، لو انا شخصية كنت بحلم بملامح معينة وبتخيل صورة معينة للشخص اللي انا عايزة ارتبط بيه، عادة لما بيجي الشخص يتقدم لي ويكون مختلف تماما عن الصورة اللي كانت في خيالي، انا غالبا في البداية برفضه، مش علشان هو وحش او مش مناسب، بالعكس ممكن يبقى مناسب جدا، ولكن انا برفضه لانه ما طلعش زي الصورة اللي انا كنت رسمها. ولو اديته فرصة ان اشوفه مرة تانية وتالتة، الموضوع هيختلف معايا تماما. طيب، ده بالنسبة للقبول. هل الشاب ممكن يشعر بنفس الشيء؟ اه طبعا ممكن نفس الشيء. لو هو راسم صورة في خياله للبنت بشكل معين او تشبه حد من اللي بيتفرج عليهم، وخصوصا ان احنا دلوقتي ممكن الشباب بيشوفوا بنات كتير جدا واشكال كتير جدا قد تكون مخادعة وقد تكون كلها فلاتر وكلام من ده، ولكن راسم صورة في خياله. فلو شاف بنت معينة او اهله وروا له بنت معينة، بتلاقيه نافر ورافضها رفض تام وشايفة ان هي مختلفة تماما عن الصورة اللي في خياله، وبالتالي بيرفضها. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده لو هما الاتنين ادوا نفسهم فرصة ان هما يتعرفوا على بعض اكتر، ممكن الصورة دي تتغير تماما والدنيا تبقى افضل بكتير. هل ده معناه انه كل مرة او كل الناس بيحصل معاهم كده؟ لا طبعا، ممكن ناس تبقى مدركة تماما وفاهمة ان هي نافرة وفاهمة ان هي رافضة الشخص تماما ومقتنعة بالرفض ده تماما. في نقطة كمان مهمة جدا، لو الشاب او البنت في خيالهم حد معين او متعلق بحد معين، غالبا برضو بيرفض اي شخص تاني، وقد يكون الشخص اللي في خياله او اللي في خيالها وهم ومش بيبدلها نفس الشيء او مش هيتجوزها او الكلام ده كله، وبالتالي هي بتبني حياتها على اوهام. فانا بنصح البنات في البداية لو انت شاعرة بنفور تجاه شخص متقدم لك، لو انت مش قادرة تظبطيها، يعني هل هو النفور ده نفور عن قناعة وان انا الشخصية دي مرفوضة بالنسبة لي كليا، ولا نفور لحظي كده تجاه ان انا عندي مشاعر تجاه حد تاني او ان هو طلع صورة غير اللي في خيالي؟ لا، انا بقول لها ادي له فرصة تانية، شوفيه مرة واثنين وثلاثة واتكلمي معاه ومش هتخسري حاجة. ولو لقيتي نفسك في كل مرة رافضة ونفرة، لا ما تضغطيش على نفسك وما تكمليش. وربنا يوفق بناتنا وشبابنا للأزواج الصالحة والذرية الصالحة. السلام عليكم.